ومضات. عمل مسرحي في حلب ضم أكثر من 30 طفلاً من المرحلة الابتدائية، تم تدريبهم عبر دورات تدريب مسرحي لمدة 3 أشهر. هذه الاتفاقية تقول يجب عدم التمييز بين الجنسين. كان هذا العمل المسرحي هو رسالة بالغة الحقيقة، تعجز الكلمات عن التعبير على ما قدمه هؤلاء الأطفال الذين أرادوا كما ذكرت أن يعبروا عن حبهم لوطنهم، لجيشهم، لقائد الوطن من خلال هذا العمل المسرحي. وهذه الرسالة أرادوا أن يوصلوها للعالم جميعا بأننا أبناء علم، أبناء حضارة، ماضون في مسيرة العلم لبناء وطننا الغالي سوريا. يريدون حكاية أطفال حلب أن تصل إلى كل العالم، وهذا الانتصار المؤزر ونحن في الذكرى الرابعة لانتصار حلب، استطاع الأطفال أن يرسلوا أكثر من رسالة، وأولى هذه الرسائل التكافل الاجتماعي وعدم التمييز، وهذه الرسالة عدم التمييز والتنمر الذي نشاهده اليوم. أطفالنا أرادوا أن لا يكون هذا بين صفوف أطفالنا. الحقيقة مشكورة أطفالنا والكوادر التربوية والطليعية، استطاعت أن ترسل الكثير من الرسائل إلى كل أنحاء العالم من خلال هذه المسرحية. أحببنا أن نسلط الضوء على اتفاقية حقوق الطفل، هذه الاتفاقية التي لم تشمل أطفال سوريا وقالت لأطفال سوريا موتوا في المدارس وموتوا جهلا وتخلفا، ولكن الأطفال وجهوا رسالة لكل أطفال العالم وقالوا نحن من حلب سنلتزم بالمدرسة ولن نترك المدرسة وسيبقى العلم والقلم بأيدينا. اليوم كثير حبيت هالشيء، يعني حتى الشيء البكاني إنه هيك حسيت بالأمان. بنقول لكل العالم إنه ما يستسلموا بأي شيء، نحن أطفال حلب وما حدا يخاف من شيء. أعطوني دور إنه الطفل المقهور الزعلان ما عم بوصلوا شيء من حقوق الطفل. ودعني منذ أشهر، ضمني، قبلني وقال لي اسمعي يا بنيتي. العمل المسرحي استغرق 35 دقيقة، جسد خلاله الأطفال المشاركون مشاهد إنسانية ودرامية مختلفة للحرب على سوريا، وذلك تزامنا مع الذكرى الرابعة لتحرير حلب.